السلام عليكم أولا طبعا. مثل ما قلت لكم طلاب، اليوم إن شاء الله نحل هاي الأمثلة اللي احنا طلبناها نحلها من عندكم بالمحاضرات السابقة. فأول example مثل ما تشوفون المنطوق قدامكم اللي هو Complete Visual C Sharp Program to Implement Simple Calculator. أوكي، يعني أنا بوقت طلبت على أقل تقدير عملية الجمع والطرح والضرب والقسمة، مو تمام عيني؟ هذا كان هو المطلوب. فشلون راح نجي نحله بالطريقه التقليديه، يعني خلينا نقول ابسط طريقه من الطرق حتى اسوي اني كالكوليتر. فبدايه راح ابدي اخلق مشروع جديد، راح اجيب هنا كرييت نيو بروجكت مثل ما تشوفون قدامكم. راح اختار طبعا ويندوز فورم ابلكيشن، طبعا سي شارب، وراح اجي هنا اعطيه فد اسم، راح اسميه مثلا اس كالكوليتر، يعني سمبل كالكوليتر، ماشي عيني. فهسه احنا راح اجي اولا افكر وياكم شلون ابدي اصمم الواجهه، شنو احتياجاتي للمشروع. طبعا احنا من حضرنا محاضره حضوريه تتذكرون بهذا الاسبوع شويه فسرت لكم بعض الامور، انه اني شلون اتخيل انه شو احتاج كادوات تستخدم كانبوت، وشلون افكر كادوات استخدمها كاوتبوت. فاني راح ارجع وياكم نفس الاسلوب، من راح ارجع اجي على العمليات اذني اللي هي الزائد والناقص والضرب. طلاب، هاي الاربع عمليات كل وحده من عندها بطبيعتها كرياضيات، يعني السنجل اوبريشن، يعني مثلا الزائد بوحده طبيعه عملها تتطلب من عندي 2 بارامتر، يعني رقمين، والناتج مالها يكون رقم واحد. نفس الشيء بالنسبه لعمليه الطرح، نفس الشيء بالنسبه لعمليه الضرب، ونفس الشيء بالنسبه لعمليه القسمه. فكل عمليه من هاي العمليات هي تتقبل 2 انبوت وتعطيني او تنتج اوتبوت واحد. فاني راح ابدي افكر، معناته اني ايش احتاج؟ احنا اتفقنا الادوات اللي الستاندرد اللي احنا نحتاجها والتي تستخدم كانبوت او اوتبوت، افضل واحد هو صندوق النص. فاذا راح اخذ هذا اول صندوق نص، زين عيني، راح يمثل البارامتر الاول، الرقم الاول اللي تحتاجه العمليه، سواء كانت زائد او ناقص او ضرب او قسمه. طيب اكو عندي بارامتر ثاني، هذا هو البارامتر الثاني اللي هو صندوق نص ثاني، هذا راح يكون هو الرقم الثاني. طيب الاوتبوت وين يطلع؟ براحتكم، تقدر تستخدم صندوق نص ايضا او تستخدم ليبل، باعتبار انه هذا احنا نريده فقط لاظهار النتائج، يعني هو ما راح يستخدم كانبوت، فقط كاوتبوت، لانه صندوق النص ممكن يستخدم انبوت واوتبوت، بس انا هنا احتاجيته بذني الثنين احتاجيته كانبوت. فاذا الاوتبوت ما يحتاج استخدم صندوق نص، خليه استخدم ليبل، هذا هو الليبل. بعض الطلاب، احنا بامور الترتيب طبعا نحتاج تكون الامور واضحه، الكتابه يعني اوضح، نحتاج اضيف تايتل معين، بس هاي قلت لكم ذوق الشخص المصمم للبرنامج. انا شلون احدد مواصفات موحده؟ بالماوس اضغط ليفت كليك واشر بهالشكل، وعش صار هسه لا تنتبهون، صار كله سيلكتد، يعني الثلاث عناصر صارت سيلكتد. معظم العناصر تتقبل انه انت تنفذها على كل الكنترولز المؤشره، واكو بها ما تقبل الا كل واحد على حده. فواحده من الاشياء اللي اني اريد اثبتها على الكل هو الفونت اللي هو حجم الكتابه، بس انا مسلكن ثلاثتهن، راح اجي على الفونت لان هو ناعم بالحقيقه الكتابه مالته، راح اجي اقول له اريده بولد، واقول له مثلا 14 على سبيل المثال. فكبر صار بهالشكل، اوكي يعني؟ راح اجي اعطي اقدر طبعا من هنا حجم اكبر بهالشكل، اجي من هنا ايضا اعطي حجم اكبر بهالشكل. صار هسه اذني 2 انبوت، وهذا طبعا هو راح يكون المفروض الاوتبوت. زين، احنا اذا اريد البرنامج يتوضح بعد اكثر، المفروض يعني هذا صندوق النص انا شو ادخل بيه؟ اكو قدامه فد ليبل فد لافته،
خليه استفاد من هاي الليبل وبعدين خليه غير وحده للناتج. هذا راح اخليه هنا تايتل له، راح اسمي طبعا من خاصيه التكست، راح اقول له مثلا هذا نمبر مثلا 1، يعني كانه ما دار اقول له هذا هو البارامتر الاول، او دخل لي الرقم الاول. زين عيني، راح اجي وين بعدين؟ اجي هذا نفسه رايت كليك، وممكن اقول له كوبي واقول له رايت كليك بيست حتى لا اتعب بالتصميم وتحديد الخصائص. راسا قدرت اسوي. اجيت ايضا على خاصيه التكست مالته، راح اسوي نمبر 2 حتى يبين، يقول لي يعني هنا هذا هو الرقم الاول، هذا الرقم الثاني. اوكي، راح اخلي بعد واحد ثالث كوبي وهنا بيست. شوف هذا راح اقول عليه مثلا الريزلت، ماشي عيني، هذا راح اسميه الريزلت. هذا بالمناسبه كلافته، يعني هذا مو المكان اللي راح يطلع به الناتج، لا هذا كلافته بس انا هسه خاله. وراح اخلي واحد اخير اللي هو شنو؟ اللي هو فعلا راح يطلع به الناتج. اوكي عيني، هذا يطلع به الناتج، فهذا ممكن اني اخليه فارغ او اخليه صفر. اكو فقره زين دكتور، احنا ليش تفضلي تفضلي غدير قولي عيني، ليش ما نضيف صندوق نص ثالث يطلع بالناتج؟ ممكن ممكن تريدين صندوق نص ثالث، ممكن ابدا ماكو اي اشكال، يعني انا ما عندي اي مشكله ابدا، بس انا هيك حبيت يعني اخلي ليبل، لان هو يعني مجرد بس يظهر ناتج، فانت تقدرين تخلين صندوق نص. اوكي يعني، بس انا هم اريد استفاد من هاي الملاحظات اللي بصندوق النص، العفو بالليبل. شوف الليبل من انت تفرغه حجمه يصغر، فاني اريد اتحكم بحجمه ما اقدر. ليش؟ لان عاده هو بخاصيه هم مفعليها اسمها اوتو سايز، باعوها اوتو سايز، يعني هذا الليبل هو ياخذ حجم النص اللي بداخله اذا انت خالها ترو، بس تقول له اريدها فولس، يعني انت مالك علاقه بحجم النص، خلي لي حجم الليبل بكيفي، بس سويته فولس شوف صار بيه نقاط، فقدرت هسه اني بعد اتحكم بيه شلون ما اني احب، باعوا بهالشكل. راح تقول لي مثلا مثلا غدير او حسين او اسامه، راح اقول استاذ مثلا مو هذا يعني ما يبين، شوف منه الا اشرح الله يبين. اوكي، انت عندك خاصيه البوردر، شوف البوردر ستايل، اقدر اسويه مثلا فيكست 3D، باعوا شوف ايش صار، تشوفون ايش صار؟ صار بهالشكل. اوكي يعني، فصار هسه محفور مبين، او اذا ما يعجبك فيكست 3D ايضا اكو، اقول له من هذا اللي هو خط اسود يصير، اللي هو مو فيكست 3D، اللي اسمه فيكست سنجل، واو صار بهالشيء، فصار مبين واضح هذا هو الريزلت. اوكي، العنوان مال الفورم يعني ممكن اسميه سمبل كالكوليتر، يعني هاي امور شكليه كالكوليتر. اوكي يعني منين غيرت هاي الخاصيه؟ طبعا انا واقف على الفورم ورحت على خاصيه التكست وغيرت. زين هسه نتناقش انا وياكم، احنا كم عمليه عندنا مطلوبه بالبرنامج؟ اربع عمليات. اذا على الاقل اكو اربع بوتنز على الاقل، فراح اضيف اني بوتنز هسه واحد. زين عيني، ممكن اخلي كلمات، ممكن اخلي مثلا هو لا يعني اخليه يعني الرمز مال العمليه، فانا افضل اخلي رمز العمليه بصراحه. هسه مثلا هاي الزائد، تشوفون انتم مثلا الفونت هذا صغير، ممكن طبعا شو اسوي؟ اروح على الفونت واقدر اكبره ايش قد ما اريد، لين ايش قد ما تكون العمليه هي تكون حجمها صغير، راح اخلي مثلا 16 في سبيل شوي تكبر. اوكي، اجي ارتبها شلون ما تحبون بطريقه ما. هاي مثلا راح اجي استنسخها كوبي، واجي هنا مثلا بيست، زين عيني، ايضا بيست، شوف شلون بطريقه ما. طبعا هاي عمليه الرصف، قلت لكم هذا الشيء يعود لكم انتم، يعني هو المهم انه اكو فوربة، باعتبار انا على الاقل عندي اربع عمليات. زين راح اجي اعطي كل وحده العمليه مالتها، طبعا اشاره الناقص اللي هي الهايفن او اشاره الناقص. اوكي، وهاي طبعا عمليه الضرب احنا ممكن انا اخليها اكس، بس هو ككمبيوترز المفروض هي اشاره النجمه حقيقه، والقسمه ايضا ممكن انا اجيب الرمز مال القسمه، بس هو الستاندر بالبرمجه هو ها
هاي الإشارة. أوكي. إحنا طبعاً أتذكر بالمحاضرة اللي حضرنا بها حضوري، يمكن لو حسين لو أسامة لو غدير قالوا لي إحنا نضغط يساوي ويطلع الناتج، هو ممكن بس أنا ما أحتاج. يعني تخيلوا دخلت هنا رقم، دخلت هنا رقم، ضغطت زائد، رأساً طلع الناتج وين؟ هنا. أوكي؟ بس أكو مفتاح واحد حلو ممكن يستفاد من عده. هسه أقول لكم شنو، راح أجي هذا المفتاح أيضاً أستنسخه كوبي وراح أخلي هنا بيست. أنا مثل ما قلت لكم يعني دا أحاول أخلي بأجمل صورة قدر الإمكان، بس هو ممكن أنتم ما تستخدموا. هذا راح أسميه كلير. هذا شو يسوي الكلير؟ طبعاً أصفر بيه، يفرغ لك بالضبط، أفرغ صندوق الناس وأفرغ الليبل حتى بعد ما عندي أي شيء بيه. وطبعاً راح أخليه هنا مثل هاي، يمكن ما أعرف ما ذكر منه قال لي ليش ما نخلي زيت. أوكي خلينا نخلي أيضا عملية زيت، بالرغم إنه إحنا نقدر نطلع من هذا المربع هذا الإكس الأحمر، بس شكو بها أنا يعجبني أخلي عملية زيت خاصة بيه. أوكي يعني، وشوفوا شلون طريقة الرصف، دا تلاحظون شلون أنا دا أستفاد من الخطوط اللي دا تطلع بطريقة ما بهالشكل. أوكي، وأجي أصغر يعني قدر الإمكان، خلينا نقول شوية تعبت نفسي بيه بالديزاين ماله. بعد راح أسوي سيليكت أول، بعد شلون أقدر أحرك، تشوفون طلاب بهالشكل. هسه راح أجي أسيف، أجي أنفذ بدون الشغل اللي أنا مستخدمه، يعني بعد ما مسوي البرمجة مالته، بس أريد أشوف الوضع ماله. أوكي طلعت، هاي هي الكالكوليتر. نوبات تصير أخطاء بين التصميم وبين التنفيذ، فهاي لازم انتبه عليها. باعوا هسه مثلا اكونا شويه تداخل بين الليبل وبين التكست بوكس، فهذا ليش انا انفذ؟ حتى اشوف في اشياء اكو فعلا قاعد تطلع عندي. راح اجي هذا شوي اكبره منها. اوكي يعني بهالشكل مثلا، واذني راح احاول ثلاثتهن احركهن بهالشكل. اها هسه حتى هذا التقاطع ما يصير عندي نهائيا بالبرنامج. هاي كلها امور شكليه لغرض طباعه، شلون هسه صار فد شيء مرتب شكله. اوكي النافذه قاعد تطلع عندي مو بالنص، دا تلاحظون طلاب اول ما دا انفذها ما قاعد تطلع النافذه بالنص، يعني مال الكالكوليتر تطلع صفح. اوكي ممكن انا شو اسوي؟ اجي وين؟ اشر على الفورم، اكو عندنا ستارت اب بوزيشن، ستارت اب بوزيشن باعوا هذا، ايش راح اسوي هنا؟ اقول له طبعا هو ماخذ من ويندوز ديفولت، اختار سنتر سكرين، ستارت اب بوزيشن سنتر سكرين. طبعا هاي الخصائص انا شارح لكم اياها موجوده عندكم مكتوبه، بس احنا لين مو دائما نستخدمها. ليش حبيت هسه انفذ قدامكم حتى تشوفون قدامكم انا ايش دا اختار خصائص في سبيل يوصل للشكل المطلوب. اوكي اجيت هسه هنا، شوفوا اخذ الشكل ماله البرنامج، بعد شلون صار نظامي وبالنص. اوكي هسه مثلا يقول لي مثلا اسامه، استاذ احنا دائما هاي الواجهه لونها هيك رصاصي، اقول له اوكي اسامه انت اختار لي اي لون يعجبك، اوقف على الفورمز زين عيني، وبعدين تعال من هنا على الباك جراوند، اكيد موجوده عندنا يحدد اللون مال الباك جراوند او الباك كلر. شوفوا تقدرون تختارون عندكم انواع الاشكال، مثلا انا راح احب اختار في اللون شويه. اوكي صار بهالشكل زين عيني. هذا عادة الليبل يكون شفاف ياخذ لون الأرضية اللي بعده، فأنت إذا تريد ما تسوي شفاف كيفك اختار له لون، من أنا تجي اختار له أي لون، مثلا اختار له أبيض. ها صار هسه كأنه ما لونه ويا أذني، صار هسه باعوا هذا هو شكل البرنامج، صار فد شيء كلش حلو. بعد أريد أطلع لكم عيوب بالبرنامج، بصراحة أطلع لكم بعد عيوب بالبرنامج. لاحظوا هذا الخطأ الفظيع اللي أنا دائما أرتكبه بالبرمجة. هسه أنت مو تعبت بالتصميم؟ أوكي؟ بالمناسبة أنا داحكي وياكم هسه حاليا كمبرمج، مو يعني أريد أعلمكم البرمجة، لا كمبرمج أقول لك شوف العيوب اللي تصير، يعني هاي مو لغرض فقط أكاديمي، لغرض أنت إلك تقني مستقبلا يعني، أوكي طلابنا؟ شوف هذا البرنامج إيش قد حلو، أنت والله كلش تعبان عليه، بس باوع، راح أضغط عليها أشوف شو يصير. ها شنو صار بالبرنامج؟ دا شوف. شفتوا طلاب؟ ها
هاي وين اكو هيجي يصير البرنامج كل تعبه كله صار على صفحه وهاي فراغات زين عيني، او مثلا اني اجي من انا باعه شوفوا باعه شنو هاي دا تشوفون. اوكي طلاب دا تنتبه ايش دا يصير. نعم دكتور جاني انتبه. فاني شو اسوي، احنا عندنا خاصيه تخص البوردر مال من مال النافذه نفسها البوردر، راح اجي اوقف هنا باع اروح على البوردر ستايل واشوف شو مطيني اختيارات فورم بوردر ستايل باوع. شوف ايش مكتوب هسه حاليا قدامه، ترى مكتوب قدامه هاي بالخصائص مكتوب قدامه سايزابل. انا ايش راح اسوي؟ راح اقول له فيكست سنجل. اوكي فيكست سنجل هسه صار عندي باع بالتنفيذ باع. بعد هاي ما تصير منها، ما يصير تكبير وتصغير، صار شكله محدد. بس شوفوا هاي المشكلة بعدها. اوكي اقدر اخفي هاي المفاتيح او اقدر هذا اسوي له ديسيبل. هسه اعلمكم على هاي الشغلة ايضا باع. اذا تريد انت طبعا بالمناسبة انت مو خليتك زيت هنا بعد ما تحتاج اذني، تقدر تجي على فتشي اسمه كنترول بوكس من هنا باع كنترول بوكس هو مو ترو. شوف ايش راح اسوي، اسوي فولس. اوكي باعه صار هسه شفتوا اللي صار، شفتوا اللي صار طلاب، راحت اذن المفاتيح اللي تخربط. او يجي مثلا شخص اخر يقول لي لا مثلا اني العفو ما اريد هيجي، اريد خلي الكنترول بوكس اريدها موجوده، بس شنو اريد بس الماكسمايز ما تشتغل، بس الماكسمايز ما تشتغل. حتما اكو هيجي اختيار. فباوع انت بالخصائص يعني احنا طبعا مش قد ما نشرح ما نقدر نذكرهن كلهن، باع ماكسمايز بوكس ده شوف ماكسمايز بوكس بالخصائص. الماكسمايز بوكس هو هذا المربع، شو اسوي له؟ اسوي له فولس. اوكي هسه باع بالتنفيذ ايش راح يصير لي؟ ماكسمايز بوكس فولس. باع ايش صار بي؟ تشوفون بعد ما يشتغل ومن هنا ما يتكبر ويتصغر خلاص. بس انا اقدر استفاد من الكلوز واقدر استفاد من المينيمايز وارجعه. سويت ديسيبل المن للماكسمايز بوكس. شنو سويت ديسيبل الماكسمايز بوكس؟ انا واقف على الفورم اكو اختيار اسمه ماكسمايز بوكس، او تروحون على الكنترول بوكس كلها وتوقفوها، او يجي شخص يقول لي لا انا ما اهتم بهاي الامور، خلي واحد يكبر النافذه ويتخربط الشكل. بس مثل ما قلت لكم طلاب انا حبيت اوصل وياكم بالشكل المعقول لاكثر جماليه للبرنامج مستقبلا انتم من تشتغلون برامج. اوكي هسه شوفوا شلون صار شكله جدا نظامي البرنامج. هسه نبدي شو نسوي عاده؟ نبدي بالعمليات البسيطه طلاب. الاكزيت شنو وظيفته؟ من يقدر يقول لي؟ خروج دكتور. اوكي فاذا دبل كليك عليه فتح لي الكود مالته. طبعا انا شوي مكبر الفونت مال الكتابه حتى لكم يكون اوضح. شنو يعاز الخروج من البرنامج؟ هو application مو تمام دوت exit تمام لو مو تمام طلابنا؟ هذا هو إعاز الخروج من البرنامج. هذا صار هسه ويا من الربط، الربط ويا المفتاح اللي هو exit، بحيث هسه انا من انفذ انت ممكن تخرج عن طريق الكلوز بوكس او ممكن تقول له من انا exit ويطلع. اوكي طلاب هذا اول مفتاح سويناه. زين الكلير شنو وظيفته؟ من يقدر يقول لي ايش راح يسوي؟ دكتور تصفير، يعني يمسح الثلاثه اذني، صندوق النص. نعم الاول دكتور. وصندوق النص الثاني والليبل هذا. طبعا انا هذا اعرفه اسمه تيكست بوكس 1. طبعا بالمناسبه اي شيء اشره راح يطلع اسمه هنا موجود بالخصائص تيكست بوكس 1، حتعرف شلون تتعامل وياهم بالبرمجه. هذا اسمه تيكست بوكس 2، هذا اسمه ليبل 4. اوكي فاذا لازم افرغ الصندوق الاول والصندوق الثاني والليبل 4. طبعا احنا ما عندنا شيء اسمه نفرغ، عندنا شيء اسمه نخلي عليه سترينج فارغه، يعني نكتب بيه سترينج فارغه. فاذا انا دبل كليك على الكلير اللي هو هذا المفتاح زين عيني، راح اقول له تكست بوكس 1 دوت تكست يساوي لنا ايكوال امبتي سترينج، هذا مسح الاول تكست بوكس 2.txt يساوي لنا ايضا empty string. هذا الثاني هم صفر.
label4.txt ايضا هم انا شي يساوي لنا ايضا امبتي سيمي كولن. هسه اني فرضا يعني بعد ما مسوي عمليات الجمع والطرح، بس مثلا اني فرضا كاتب هنا 23 وهنا 12، من اجي اقول لك كلير باعوا فرغهم، الكلير قام يشتغل، الكزيت قام يشتغل. هسه نجي على اليمن، نجي على العمليات الحسابيه البسيطه اللي هي الزائد والناقص والقسمه والضرب. اذكرك بمساله، صندوق النص مهما يكون مدخلاته هو عباره عن شنو؟ شي يعطيني نص. اوكي طلاب؟ زين دكتور، بس اول بدايه مو لازم نعرف صندوق النص الاول والثاني؟ هذا صندوق النص الاول، هذا صندوق النص الثاني. بس اني بس اقول لكم مساله، احنا صندوق النص بكل الاحوال هو شيء يرجع لنا نص، هو نص. رقم. اذا هسه خلينا نبدا باول وحده، اجيت على عمليه الزائد، شلون اجي اجمع اعرف متغيرات؟ اجي راح اقول مثل ما قالت طبعا غدير، انا حتى يكون شغلي ممكن يكون بي كسر او ما بي كسر، ممكن اعرف فلوت او سنجل، مثلا اقول له فلوت مثلا اي، هذا اول متغير، وبعدين مثلا فلوت بي بهالشكل، زين عيني؟ وايضا فلوت هذا بي الناتج راح اسميه سي بهالشكل، يعني حتى اخاف تدخل كسور ما عندك انت اي مشكله. زين. المفروض هسه راح اجي اقول له بطريقه ما اف، زين عيني، التكست بوكس 1.txt طبعا بين قوسين نوت ايكوال فراغ، زين عيني، اند شنو بعد عندي؟ التكست بوكس 2.txt ايضا نوت ايكوال فراغ. يعني معناته شنو؟ معناته احنا فعلا اكو عندنا اشياء مكتوبه بصندوق النص. ايش راح يبدي يسوي هنا؟ زين عيني، راح يقول لي الاي المفروض منطقيا شو يساوي لنا؟ يساوي لنا تكست بوكس 1.txt، مو تمام المفروض بهالشكل منطقيا يعني اول مره، والبي يساوي لنا تكست بوكس 2.txt، مو صح؟ يعني انت خلي لي الرقم الاول اللي هو جاي من صندوق النص الاول ودي لي على الاي، وجيب لي الرقم الثاني من صندوق النص الثاني ودي لي على البي. بس هذني نصوص واحنا عندنا ارقام فلوت، فالمفروض شو اسوي هنا؟ اقول له convert دوت 2، احنا متعودين على 2 انتجر 32، بس بما انه هسه احنا نتعامل ويا كسور فدوت 2 سنجل. اوكي دوت 2 سنجل، السنجل معناته حول لي الى رقم كسري. اوكي طلاب، يعني الرقم مالتي بكل الاحوال حول لي الى رقم كسري. اجي هسه convert ايضا دوت 2 سنجل بهالشكل، واضحه الفكره؟ اوكي يعني واضحه دكتور، هسه بهالشكل واضحه دكتور. بعد سويت طبعا هاي الضغطه مال عمليه الجمع، عرفت متغيرات ثلاثه، صناديق النص اثنينات تاكدت انهن مو فارغات، اخذت محتويات وحولتهن الى ارقام كسريه بالconvert dot to single وديتهن للاي والبي. هسه بقت عمليه الجمع، مجرد اقول له سي يساوي لنا اي زائدا بي بهذا الشكل، زين عيني، وراها راح اقول له ليبل 4.txt شو يساوي لنا؟ يساوي لنا سي، بس السي هذا رقم فلوت، اكو راسا دوت 2 سترنج مباشره، يا اما تستخدمون الكونفيرت دوت 2 سترنج او قبل هو المتغير سي دوت 2 سترنج. صار هسه العمليه بهذا الشكل. اوكي بعد راح اجي انفذ، المفروض هسه العمل راح يشتغل، مثلا 3 5 زائد 8 3.5 5.2
الناتج 8.7. تشوفون شلون يتقبل ارقام كسريه وارقام، بس باعوا لي هاي المشكله. طبعا خل اسوي كلير، اجيت قلت له زائد، اوكي ما راح يصير ايرور. ليش؟ لان احنا ايش قايل له؟ قايل له اذا صندوق الناس مو فارغ انت لا تنفذ شيء. زين انا راح ادخل حروف، تذكروا هاي المشكله A و B، اجيت وقلت له زائد. شوفوا راسا صار عندي، شفتوا صار عندي خطا بالبرنامج، اشر لي هنا. شلون احول لك الاي الى سنجل؟ وين اكو هيك شيء؟ ما ممكن. هاي شلون اعالجها؟ منو يتذكر من الطلاب السبعين شلون اعالجها؟ ها من يجاوبني؟ ها حسين دكتور تستخدم تريكات. عافيه عافيه بحسين، هذا بعد ما احتاجه الشات، ما احتاج. اوكي ايش راح اسوي؟ راسا اني تذكرون قلت لكم اتوقع تصير اخطاء بالادخالات مال المستخدم؟ قبل اجيت راح اكتب هنا لا دوخ نفسي ولا هاي تراي مباشره. وهنا ايش راح اسوي؟ اند تراي. خلاص هذا بعد شي يصير خطا راح يودينا راسا وين؟ على الكاتش. مو تمام؟ اجيت هنا الكاتش. ايش راح اسوي مباشره؟ اقول له اطبع له مسج بوكس. مسج بوكس دوت شو. اوكي عيني. ايش راح اسوي؟ راح هنا اقول له يو ماست انتر تو نمبرز. اوكي بهالشكل. العنوان مالته راح يكون ويت مثلا، يعني انتظر انت ايش دا تسوي كانه ما دا اقول له. زين عيني خلي هاي السيمي كولن هنا، وهنا انا راح اعطيه المسج بوكس بها اوكي، مفتاح اوكي. فاذا مسج بوكس بتن دوت اوكي، وايضا مسج بوكس ايكون دوت اكسكلاميشن اوكي. واقدر شو اسوي وياها؟ اقدر راسا مباشره اسوي عمليه التصفير هاي اوكي. المن طبعا للتو انبوت الايرور اللي انا عندي، اقدر اني استنسخن كوبي، يعني ورا ما اطلع لي المسج بوكس اقدر وياها بالكاتش هنا كنترول في يصفر لي هان. هسه ايش راح يصير بالبرنامج؟ هسه انت بعد لا تخاف، تخليه فارغ، تخلي بيه مو رقم، هو رسم ما ينفذ، يوديك قبل للكاتش ويطلع لك هاي المسج بوكس وفتشي مرتب. بعد مثلا ضغطت زائد راسا يو ماست انتر تو نمبرز اوكي، او انت اجيت تعمدت كتبت له دي ومثلا اربعه، واحد منهم بمشكله اللي هو الدي. راسا يو ماست انتر تو نمبر، وبعد شو يصير من اقول له اوكي باوع؟ راسا صفاهن. بينما انا ادخل له ارقام عاديه 1.3 2.4. اوكي شفتوا شلون صارت العمليه؟ اوكي طلاب شفتوا شلون سيطرت عليها؟ راح اصغر لكم شويه الفونت اذا تريدون حتى شويه يصير عندكم اوضح الموضوع. سوي مثلا 130% يمكن صار صغير كلش، صار 100%. اوكي خلينا نسوي 125%. اوكي هسه شويه اوضح، يعني اذا تشوفوه بالكامل العمل. نعم دكتور. اوكي باعوه هسه بهالشكل. سويت العمليه مال التحويل مال الارقام، سويت عمليه الجمع، طلعت الناتج بالليبل، واذا صار اي ايرور مسج بوكس وصفر. اذا هسه العمليه سهلت. وش راح اسوي طلاب؟ هذا نفسه كله راح اجي استنسخه سلكت بالماوس. تمام؟ ليش اعيد كتابته كله؟ راح اسوي له كوبي. خلاص هسه نجي وين؟ نرجع على الديزاين مالتي. ايش عندي يا عمليه؟ عمليه الناقص. دبل كليك عليها. ايش راح اسوي مباشره؟ من هنا راسا بيست. شنو الفرق راح يكون؟ عمليه الناقص فقط، هاي الزائد تصير شنو؟ ناقص. اوكي طلاب؟ اجيت وين؟ ايضا اجيت الى عمليه الضرب.
ايضا بيست. ايش راح يصير هنا؟ عندنا عمليه ضرب شيفت وثمانية اللي هي عمليه النجمه. زين عيني باعوا التراي كاتش، ايضا راح يخلصني من مشكله بعمليه القسمه. ايضا شوف ايش راح اسوي، لان عمليه القسمه ممكن انت تدخل الرقم الثاني صفر وما يصير نقسم على صفر. اوكي بهالشكل. اوكي بهاي الطريقه. شوف هسه ايش راح اسوي. هسه بقى صارت العمليه مضبوطه، مثلا دخل لي 3 ب 4 وقول له عمليه ضرب 12، 3 ب 4 وناقص ناقص 1، 3 4 قسم. اوكي بوينت هلقى طلع. اوكي يعني باعوا، خلي هنا أنا صفر راح اقسم، شوف طلع لي انفينيتي. انا حالي ليش؟ لان انا مسويها سنجل، بس هي طبعا هاي مو منطقيه، فاني اقدر اخلي لها فد شغله باعوا هنا أنا. اذا اريد اتجنبها هاي العمليه اصلا، شو شو اسوي؟ اسوي هنا أنا ما عندي اي مشكله، مو صحيح؟ بس هنا أنا اقدر بعملية القسمة قبلها اخلي لي في الجملة شرطية اضافية من يمي. باعوا. اوكي؟ اف باعوا هنا بهذا المكان. راح اقول له اف ال 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 الاي. اوكي؟ احنا لا هو يا هو الرقم الثاني الاي لو البي. الاي لو البي طلاب؟ البي دكتور. البي. اف البي لا يساوي زين عيني او بوينت او، باعتبار احنا هذا الرقم عندنا كسري. زين عيني اذا البي لا يساوي النهايه باعه خليته بهالشكل، ويعجبكم خلوا هنا ايلز. اوكي من يمي انا راح اخلي في الجمله حلوه ارتبها مسج بوكس دوت شو. اوكي هاي لكم للتوضيح بس. كان نوت ديفايد ديفايد باي زيرو. اوكي بهالشكل نوت بهالشكل ومسج بوكس بوتنز دوت. اوكي مسج بوكس ايكون دوت مثلا ايرور، راح اطلع لي هاي شكل ايرور حتى يبين وكانما هو فعلا ايرور. زين عيني شوف هاي انا ضفتها ليش؟ لان توقعت اخاف تدخل رقم صفر هو يمشي يعني يتقبل ان هو رقم، والايرور اريده يظهر بشكل كلش واضح. بعرف هسه شو راح يصير العمليه. اوكي اجيت هسه مثلا راح ادخل له 4 ربع صفر باعوا نوت كان نوت ديفايد باي 0. اوكي 2. اوكي طلاب شفتوا شلون صار؟ كلير اكزيت. اوكي طلاب واضحه الفكره عيني؟ واضحة دكتور. شفتوا ليش سويت هاي الشغلة هيك بهالشكل؟ شفتوها شلون صارت؟ اوكي. نعم دكتور. باعوا انا هسه ايش راح اسوي؟ رأسا مباشرة وياكم على التليجرام ما دام احنا موجودين على الانترنت مو تمام؟ باعوا ايش راح اسوي؟ طبعا همين هاي اريدكم تتعلمون هيك اشياء. راح اكتب له هنا ادز لكم اياها على التليجرام، تليجرام ويب. اوكي راح ادخل على المرحله الثانيه. بقى ايش راح اسوي حتى افيدكم ان شاء الله قدر الامكان؟ هذا هو مو هو الديزاين قدامكم تشوفوه. راح اخذ برنت سكرين. اوكي هنا أنا. بينت. شوف ايش راح اسوي؟ طبعا من اضغط بالكيبورد برنت سكرين ياخذ لي صوره كامله من الشاشه.
فسأجي أسوي له بالبينت هنا. واو جاب لي الصورة مال الشاشة كلها هنا. راح أجي أنا أسوي كروب. هاي طبعا أنتوا لازم مستقبلا بالممارسة تسوون هاي العملية، بس أنا الغرض بدي أفيدكم يعني. أسوي له كروب، هاي هي الشاشة مو تمام. راح أجي أخزنها على سطح المكتب حتى أدزلكم إياها. راح أسميها سكرين. أوكي شوفوا هسه إيش راح أسوي. راح أدزلكم مثلا هاي الصورة قدامكم، راح تجيكم المفروض بالتليجرام. هاي طبعا السكرين المفروض هسه توصلكم. أو راح أجي من هنا فايل، راح على الديسكتوب هذا السكرين فايل إيمج. أجتكم الصورة هسه مال الفورمة حتى تستفادون منها. نفس الشيء أقدر أفيدكم بشيء، أقدر أفيدكم بفد شيء. الكود، الكود كله أسوي له سيليكت أول. باعوا كله سيليكت أول. يجوز أنت بس شنو ما أعطيتكم إياه كبروجكت، لا أعطيتكم إياه كتكست حتى أنت تاخذه على ورقة طبعة تقدر وأنت تجربه، تخلي كل كود بالمكان مالته المفتاح. هذا ايضا اقدر شو اسوي؟ هنا افتح لي فد فايل نصي، اي فايل بالنوت باد من هنا. اوكي؟ راح اسميه مثلا كود بهالشكل، اجي اسوي له بيست هنا. هسه الكود كله نزل مال البرنامج كله هنا. راح اغلقه واسيف. ايضا راح اجي على التليجرام اللي انا وياكم هسه حاليا فاتحه. راح اجي من هنا اسوي اتاتشمنت فايل، اروح ادزلكم الكود مال البرنامج. هسه وصلكم الكود ببحث والصوره ببحث حتى تحب تصمم نفسه، والكود عندك التفصيلي كله قدامك موجود طلاب. اوكي عيني واضحه الفكره؟ واضحه دكتور. ماشي ان شاء الله. زين هذا هسه انا حليت المثال الاول، حليته بيا طريقه، طريقه البتنز يعني المفاتيح وخليته. اني تذكرون بالمحاضره اللي حضرناها حضوري قلت لكم اقدر استفاد من الليست بوكس. اوكي شلون اقدر استفاد من الليست بوكس؟ بقى ايش راح اسوي؟ راح ارجع اغلق هذا المشروع منه. اوكي يعني راح اجي اسوي كرييت نيو بروجكت، ايضا ويندوز فورم ابلكيشن، نيكست. راح اسميه كالك مختصر. اوكي اسوي شنو الفرق اللي انا راح اسوي؟ راح اجي ايضا طبعا انا هاي 100% احنا مثل ما اتفقنا كماثماتكس يعني كرياضيات كل عمليه تحتاج على الاقل 2 بارامتر. اوكي هذا البارامتر الاول. هالمره راح امشي على الطريقه اللي انتم قلتوا لي عليها، مثلا راح استخدم 3 تكست بوكس مو لي شيء، بس يعني حتى امشي على همينه رغبتكم. هاي 3 راح يصير الاوتبوت ايضا بصندوق نص. زين عيني وباعه. وراح اخلي طبعا راح اسوي سيليكت الهن، راح اسوي الفونت مالتهن. الفونت راح اسويه 14. اوكي طلاب وياي وياي طلاب؟ لا يا من دكتور فصلت وادي كهربائي من الجامعة. ايه اوكي رجعت هسه هسه رجعت مو تمام هسه اوكي؟ نعم. تسمعوني طلاب اوكي وياي؟ نعم دكتور. نعم دكتور انا سمعت. ماشي اوكي. دكتور بس ولا زحمة سؤال؟ عيني. انا من عرفت المتغيرات بالبداية انا مختارة الدبل يعني عادي ماكو مشكلة ماكو من مختار يعني غير بالضبط. هو الدبل شنو؟ الدبل هو نفس السنجل يعني هو رقم كسري، بس حقيقة يتقبل رقم كسري أكثر يعني بالعكس ما بمشكلة راح يكون أفضل. ماشي عيني أوكي غدير إن شاء الله. أوكي فالسبع أنا خليت 3 تكست بوكس مثل ما تشوفون قدامكم، أذني واحد للإنبوت الأول واحد للإنبوت الثاني وواحد سويته للناتج. بقى شنو الفرق اللي راح أسوي؟
أنا راح أضيف list box. يعني ليش أسوي button أكثر من button؟ حقيقة راح أخليه list box. باع list box وينها؟ هاي list box. أجيت. list box. أو ما أعرف بوقتها من الطلاب قال لي ليش ما نخليها combo box؟ ممكن بس صار راح أخليها list box. ممكن نخليها combo box أيضا بكيفكم. وأيضا طبعا الفونت مالها ممكن أخليه 14 بولد حتى يكون أيضا واضح بهالشكل. شوف إيش قد راح تختصر لي الليست بوكس بالشغل مالتي. أوكي يعني إيش راح أسوي؟ تريدون تضيفولها عناصر أثناء التصميم، يعني خلي بيها عملية الزائد والنقص والضرب والقسمة، أو تريدون بالكود نضيف عليها العناصر. أنا حتى نمارس الشغل عليها أكثر راح أخليها بالكود، فراح أسوي دبل كليك، أريد البرنامج أول ما يشتغل يملي لي الليست بوكس بالعمليات. فش راح أسوي؟ دبل كليك على الفورم حتى يصير فورم لود. الفورم لود هو أول حدث ينفذ بشكل آلي لما ننفذ البرنامج. فراح أجي أقول له ليست بوكس 1 حتى أبدي أضيف الليست بوكس 1 أتعامل ويا الأيتيمز زين عيني دوت أد. راح أجي أضيف شنو؟ مثلاً عملية الزائد، هاي ضاف لي عملية الزائد أوتوماتيكياً. أجيت راح أستنسخها، ليش كل ساعة أكتب كوبي وبعد وراها بيست، سوري مو هنا هيجي. أوكي هاي عملية الناقص وراها كنترول في، هاي عملية الضرب. أوكي وهنا كنترول في، هاي عملية شنو؟ القسمة. بهالشكل هسه باع من راح اجي انفذ البرنامج باع شكله ايش راح يصير؟ شفتوا ايش صار؟ فاني اقدر اختار العمليه، اختارها واقول له نفذ، اختارها واقول له نفذ، ماشي عيني؟ اختارها وشنو اقول له؟ اقول له نفذ. او الشكل اللي احد الطلاب اللي قال لي عليه ايش راح اسوي؟ باع راح اشيل ذني او خليه نستفاد منهن، راح اشيل الليست بوكس. ايش راح اسوي؟ راح اخلي الناتج هنا زين عيني، وراح اجيب الكومبو بوكس. احد الطلاب قال لي بوقتها قال لي استاذ خلينا نضيف كومبو بوكس ارتب. ماشي الكومبو بوكس بصراحه هي ارتب بهذا بهاي الوظيفه، شويه احلى شكلها راح تكون. ايضا بولد و14 اوكي جيت خليته هنا باعه. نوعا ما بهالشكل. اوكي ايش راح اسوي؟ هذا الفورم لود بدل ما ليست بوكس 1 لا راح اقول له كومبو بوكس 1، كومبو بوكس 1 نفس الشيء نفس العمليه هم انا اد باع كومبو بوكس 1 هنا أنا ايضا كومبو بوكس 1 حتى يضيف الهاي الكومبو بوكس اللي هي قلت لكم شنو فرقها عن الليست بوكس؟ فرقها انه هي مغلقه، يعني لازم تدوس المثلث مالها يلا تطلع العمليه. باع شويه شكلها بالتنفيذ احلى بصراحه. باع شلون صارت هسه هنا؟ باعوا دا تلاحظون طلاب؟ شوفوا شلون صارت. شفتوها شلون صارت؟ مو ارتب صارت؟ اي دكتور. هواي شكلها بصراحه احلى. اوكي. هاي كلها الهوسة بصراحة الدوخة، حتى أنا ليش أخلي أربع مفاتيح وكلير خمس مفاتيح صارت؟ زين هسه إيش راح أسوي؟ أنا مثل ما قلت لكم دا أحاول أشتغل بحيث يكون البرنامج قدر الإمكان بأجمل صورة. راح أضيف ليبلات، هذا الليبل الأول، هذا راح أسميه مثلا نمبر 1 مثل ما قلت لكم قبل شوية. مو تمام عيني؟ ايضا الفونت ماله خل اسوي 14 حتى وبولد حتى يتفق ويا وينسجم ويا كل العناصر اللي انا اعطيتها حجم من يمي. هذا نمبر 1 صار. راح اجي كوبي بيست. اوكي عيني؟ بيست ايضا وبعدين اجي ارتب كل وحده ايش اكتب قدامها.
وأيضا بيست. أوكي، هذا راح يصير نمبر 2، تمام؟ مو العنوان ماله راح يصير نمبر 2 المفروض؟ نمبر 2. نعم دكتور. هذا باعتبار أنا دا أدخل الرقم الثاني هنا أنا أريد. هذا بالنسبة إلي راح يصير الأوبريتر. أوبريتر. أوبريتر. يعني شنو العملية أنت اللي راح تختارها؟ وطبعا هذا راح يكون هو الريزلت. نعم. الريزلت بهذا الشكل. تمام عيني؟ هذا هسه صار بهالشكل. اوكي، هسه راح يصير عندي كم مفتاح؟ بس ثلاثة. تعرفون؟ بس ثلاثة. هسه راح اقول لكم ليش ثلاثة. هنا راح اسميه هذا ما اقدر اقول له اد لو هاي، راح اقول له ران. اسمه ران. يعني نفذ العملية. مو تمام عيني؟ ران راح اسميه. فهذا خل اعطيه ايضا فونت 14. وبولد ايضا نفس الاسلوب بهاي الطريقه. اوكي، هذا شوفوا هذا راح يصير الران. هذا يعني شنو ران؟ يعني نفذ العمليه اللي انت اختاريتها. اوكي يعني، وطبعا واحد راح يكون شنو مثل ما قبل شوي سوينا، واحد راح يكون كلير زين عيني، وواحد ايش راح يكون؟ اكيد راح يكون اكزيت من البرنامج. تمام يعني، فهذا ران، هذا راح يكون كلير. شوفوا بهالشكل، وهذا راح يكون شنو؟ راح يكون اكزيت بهذا الشكل. اوكي طلاب، ايضا راح ابدي ارتب شويه بالواجهه. اوكي سويتها بهالشكل، هذا راح اسوي بهالشكل. اوكي، راح اجي اغير الكابشن مال الفورم، راح اسميه كالكوليتر. اوكي، يمكن خطا اكو املائي. كالكوليتر، كالكوليتر بهالشكل زين طلاب. يعني راح اجي اغير شويه اللون مثل ما احنا اتفقنا، يعني حتى يترتب البرنامج من الباك جراوند كذا. اعطيه فد لون هالمره يختلف شويه، مثلا خلينا نعطيه لون مثلا هذا اللون. اوكي يعني بهالشكل. هسه اجي الستارت اب بوزيشن مال الفورم مش راح اخليه، راح اخليه سنتر سكرين. اوكي، هاي مال التكبير والتصغير الماكسمايز بوكس ايش راح اسوي لها؟ ماكسمايز بوكس راح اسويها فولس ايضا. وطبعا البوردر ستايل مال الفورم مش راح اسويه، الفورم بوردر ستايل راح اسوي فيكس سنجل. كله حتى اترتب بهذا الشكل. وصلت الى هذا الشكل، باعوا وصلت الى هذا الشكل. شوف شلون صار شكله كلش حلو مرتب البرنامج. اوكي، نبدي بالعمليات البسيطه ايضا طلاب. اجي وين؟ على الاكزيت، دبل كليك عليه. شنو الايعاز مال الخروج؟ ابلكيشن دوت اكزيت. اكزيت هاش تيديكم هاي بهالشكل، طبعا لا تنسون بها قوسين وسيمي كولن. زين، هسه الكلير شو تسوي؟ الكلير حتى الاوبريتر لازم هم تخفيها. يعني باعوا، انت هسه مثلا مو تجي تنفذ، نفذت، فرضا اختاريت اوبريتر، اختاريت مثلا زائد، من تجي تقول له كلير، المفروض حتى هاي تفرغ. مو تفرغ الكومبو، لا، يفرغ النص مالها بس اللي هو هنا يفرغ، هسه اقول لكم شلون. طبعا شلون نسوي هاي العمليه؟ اجي ايضا على الكلير، اولا راح اقول له التكست بوكس. one.txt هذا يساوي لنا empty، مو صح؟ فرغته. نفس الشيء بالنسبه للثاني، كنترول سي، كنترول في، كنترول في. طبعا احنا عندنا 3 تكست بوكس، لان الناتج هم سويناه تكست بوكس، هذا 2 وهذا 3. اللسته شلون اسويها؟ طبعا هي مو لسته، هي كومبو. كومبو بوكس 1.txt يساوي لنا empty. باعوا؟ كومبو بوكس 1.txt. اوكي؟ النص اللي هسه يعني ظاهر راح يختفي، بس هي العناصر مالتها ترى ما تروح، يعني احنا ما نقول له item وكلير. كومبو بوكس 1.items.clear ويمسحها. شوف هسه راح اختار الزائد. وعم نقول له كلير، بس هي العناصر موجوده.
باعوا كلير، شفت شلون كلير؟ اوكي طلاب، وهذا طبعا هنا اذا كتبت 3 4 وجيت سويت سيليكت اوكي كلير تمام عيني، وهذا الاكزيت اشتغل. هسه نجي وين؟ للعمليه المهمه اللي هي شنو؟ اللي هي الرن. الرن الرن هسه شلون تميز انيش انفذ يا عمليه؟ من يقدر يقول لي؟ ها طلاب بها، يلا شوية اريد من عندكم نشاط. احمد، احمد جواد، احمد هلال، عماد، ها هاي معودين، ايش بيكم؟ ترى والله بسيطة. ارجع على حسين لو على غدير. من يجاوبني، حسين لو غدير؟ وياي اذا سمحوني طلاب. نعم دكتور. ها هسه شو نسوي؟ قولوا لي دكتور. بس السؤال شوي عيده ما سمعته، كان صوت يمي. ماشي باعوا. هسه اني بالران ايش راح اسوي؟ راح افتح الران. شلون اعرف شو انفذ؟ شلون اعرف انفذ جمع لو طرح لو قسمه؟ ودكتور لازم تسوي سيلكت يعني للاندكس، العمليه من العمليات الاوبريشن. اها باعوا. اولا احنا نقدر شو نسوي؟ باعوا نجي على الران. اسهل طريقه اسوي جمل شرطيه. طبعا الجمل الشرطيه اكو عندي نوعين، اكو اف واكو سويتش. هي العمليه وين موجوده؟ بيا عنصر. العمليه وين موجوده؟ موجوده بالكومبو بوكس. اوكي يعني، فانا ايش راح اسوي؟ راح اقول له سويتش زين عيني باعوا للكومبو بوكس 1 دوت تكست بهالطريقه. اوكي راح اجي اقول له كيس اذا كانت زائد بهالشكل. اوكي كيس اذا كانت ناقص بهالشكل. كيس اذا كانت ضرب، وكيس اذا كانت قسمه. اوكي بهذا الشكل. وطبعا تعرفون احنا قلنا كل كيس بها شنو بالاخير؟ بها بريك. بريك وهنا بريك بهالشكل. تتذكرون السويتش لو ما تتذكروها؟ واضح دكتور. زين عيني، انا متاكد انتو ناسيها طبعا للسويتش، السويتش كيس. بس مع ذلك اوكي، هي هاي طبعا هاي راح تخدمنا هواي. طبعا خلينا نذكرها. بعد هاي جمله شرطيه متعدده، يعني بدل ما نكتب اربع مرات اف، وحده للجمع ووحده للطرح ووحده للضرب. زين عيني، انا اجي بهالشكل. اوكي هاي طبعا كومبو بوكس 1 دوت تكست تي بالكابيتال. اجيت هنا ايضا راح اجي اسوي هاي الخطوه نفسها بهالشكل، حتى كل وحده واكتب عملياتها. هاي الطريقة. وهنا أيضا عملية الضرب أيضا هاي البقين مالتها. وأيضا عندي عملية القسمة هاي البقين. أوكي شوفوا ايش سوت هسه أني هنا. طبعا أني مثل ما تعرفون هسه قبل شوي ايش قلت لكم، من أجي أختار عملية، من اختار عملية، العملية صارت بالكومبو بوكس 1 دوت تيكست. هاي العملية اللي انكتبت هنا صارت بالكومبو 1 دوت تيكست، حتى انا من سويت لك كلير ذيك الساعة ايش مسحت؟ باعوا مسحت الكومبو 1 دوت تيكست.
زين عيني. فاذا انا متوقع انه العمليه موجوده وين بالكومبو 1 دوت تيكست، فانا اسوي له جمله شرطيه اقول له اذا كانت الكومبو 1 دوت تيكست العمليه مالتها زائد سوي لي جمع، اذا العمليه ناقص سوي لي عمليه الطرح القسمه سوي لي قسمه ضرب ضرب. اوكي يعني بهاي الطريقه اقدر قبل الاوبريتر اسوي فد شغله، راح اجي اعرف متغيرات نفس الطريقه، راح اقول له فلوت الاي فارزه البي فارزه سي اللي هي مال النتائج زين عيني. بنفس الحاله راح اجي اقول له الاي يساوي لنا كونفيرت دوت تو سنجل زين عيني بهالشكل، الما طبعا من التي اكس بوكس 1 دوت تي اكس هاي حتى اجيب الرقم الاول زين عيني بهالشكل. وطبعا ايضا البي يساوي لنا ايضا convert dot to single بنفس الطريقه ايضا للتكست بوكس 2 دوت تكست بهالشكل. اوكي هاي العمليه ايضا الثانيه. هسه اجي هنا شو اسوي؟ اجي انفذ العمليات بالزائد. ايش راح اقول له؟ راح اقول له السي يساوي لنا اي زائدا بي. اوكي بعدين التكست بوكس 3.txt شو يساوي لنا؟ يساوي لنا c.toString. هاي العمليه مالت من؟ خلصت، خلصت مال عمليه الجمع. زين طلاب باعوا بهاي الكيش صارت هسه هنا شوفوا خلصت، اذا عمليه زائد صارت عمليه الزائد. اوكي اجيت وين؟ هنا كوبي. وين راح اجي؟ هنا أنا. اجت عمليه الناقص ايضا نفس الحاله. ايش راح اسوي هنا؟ عمليه الناقص اجيت هنا أنا نفس الحاله باعوا اجت صارت عمليه الضرب. هاي عمليه هنا أنا شنو صارت؟ صارت الضرب. واجي اخيرا هنا أنا شنو عندي؟ عمليه القسمه كنترول في ايضا باعوا بهاي الشكل. اها هاي راح يصير هنا شنو؟ عمليه القسمه. وهسه ابدي اشوف وين ممكن تصير عندي عمليات يصير بها خطا. خليني اجي اولا انفذ بعض الطلاب بس حتى رايكم شلون تشتغل السليكت. هسه راح اخيل ثلاثه وهنا أنا اربعه. اوكي يعني طبعا راح اقول له ران ما ينفذ، لان انا اصلا ايش دا اسوي؟ دا اريد الاوبريتر دا اقول له هل هي زائد، هو ما يمر الا على الكيسات يلا يسوي عمليه. اوكي الا على الكيسات يلا يسوي عمليه. فتشوفون شلون؟ اوكي يعني ما نفذ لان اصلا انت ما مختار عمليه، اختار عمليه مثلا اقول له زائد باعوا سوالي سبعه، اختاروا لي الناقص، اختاروا لي الضرب، اوكي اختاروا لي القسمه، تشوفوا شلون؟ اختاروا لي الكلير. اذا انت ما مختار عمليه يعني اذا اذني الكيسات كلها ما اشتغلت، طبعا السويتش ايضا بها ايلز، يعني اذا كانت قيمه الكومبو بوكس مو اذني الكيسات ممكن استخدم الايلز مال السويتش اللي هي شنو اسمها؟ اسمها ديفولت. ديفولت بهالشكل زين عيني. هاي ايش راح اسوي بها هنا؟ اطبع له فد مسج بوكس، اقدر اقول له مسج بوكس دوت شو بهالشكل يو ماست سيليكت اوبريتر مثلا. شو شلون؟ انا راح اقول له نوت وهنا أنا ايضا مسج بوكس بتن دوت اوكي ومسج بوكس ايكون دوت مثلا اكسكلاميشن اقدر اقول له بهالشكل، وطبعا سيمي كولن ايضا، وايضا تاخذ اعتقد بريك بنفس الطريقه.
خل اشوف تمام هسه صارت العمليه بعد. شوف هسه راح اجي انفذ مرت اللخ، يعني هسه شويه سويت حمايه اكثر بعد حلوه للبرنامج. بعد هسه مثلا اختار لي مثلا انت 4 اختار لي 5 بعد ما اختاريت اوبريتر. واو يو ماست سيليكت اوبريتر. واو يو ماست سيليكت اوبريتر، اختار الاوبريتر. اوكي كلير. بقت وين عندنا مشكله؟ واو ما شفتوا صار؟ اوكي يا حسين وياي. نعم دكتور وياك. شفتوا صار نفس المشكلة، مشكلة الخطأ مال التحويل مال الأرقام. فأقدر هاي العملية كلها أخليها كلها بتراي. باعوا هاي العملية كلها اللي هسه أنا سويتها لحد هاي السويتش كلها وين خليتها؟ كلها خليتها بتراي. وهنا أنا إيش راح أسوي؟ كاتش. باعوا هاي كلها صارت العملية بتراي، خاف يصير بها خطأ. اوكي راح استفاد من هاي المسج بوكس، حتى ليش كل ساعه عيد؟ راح اجي اقول له كوبي واجي هنا أنا مثلا اروح من المسطره صارت. اوكي بعد هنا أنا راح اجي اسوي بيست، هنا راح اقول له مثلا يو ماست انتر تو نمبر، يو ماست انتر تو نمبرز. اوكي عيني، وايضا نوت وهمينه اكسكليميشن واوكي. اوكي عيني شوف هسه ايش صار هسه بالبرنامج. ها وطبعا وراها شو يسوي؟ يمسح لك الصندوقين مال النص. فالتكست بوكس 1.txt equal to empty string و text بوكس 2.txt ايضا equal to empty string بهالشكل. شوف هسه بعد ايش راح يصير بالبرنامج. هسه تمام صار بعد ما بي مجال، يعني البرنامج صار مرتب تماما. باعوا راح اجي وين هسه شوفوا، دخل هنا أنا S و D ومثلا ناقص you must enter two numbers. أوكي دخلت له 4 5 رام. أوكي اشتغل clear تمام. طلاب بقى وين عندي مشكلة؟ منو يتذكر عندي مشكلة وين طلاب؟ بعد هنا شبيه القسمة؟ باعوا بداخل هذا المكان. ونتج القسمة أخاف البي، أخاف البي صفر مو تمام؟ فإف إف البي نوت إيكوال أو بوينت أو، لأن مثل ما قلت لكم إحنا بدنا نشتغل كسري. أجي هنا إذا هو لا يساوي صفر ماكو مشكلة. إيلز هم طلع لي هاي المسج بوكس، هاي المسج بوكس بس شنو؟ راح اغير الجمله مالتها كان نوت بهالشكل، كان نوت ديفايد باي زيرو. اوكي بهالشكل. وايضا اذا انت تحب ايضا تمسح يعني الصناديق مال النص ممكن، او ممكن تمسح بس الثاني، بس الثاني. اوكي يعني ممكن باعتبار هو اللي انت خاله صفر، الثاني فقط. فورا هاي المسج بوكس مال كانو ديفايد باي زيرو ممكن تقول له بس التكست بوكس 2 دوت تكست فرغه، يعني حتى مبين انه انت مشكلتك كانت بس بهذا المكان. واشوف ايش راح اسوي، راح اجي هسه هنا راح اقول له 3 وهنا راح اقول له 0 باعه، وهنا انا اجي اقول له اختار القسمه
شوف راح اقول له run. cannot divided by zero. راح اقول له اوكي. شوف بس مساحة للصفر. راح ارجع اقول له قسم ليها مثلا على 2. صارت 1.2. clear. اوكي. باو. منو يقدر يقول لي يا هو الاحسن هذا البرنامج لو القبلة ابو البوتنز، يعني ابو الليست بوكس احسن لو ابو البوتنز احسن، وليش؟ من يقدر يقول لي يا سبع؟ حتى ان شاء الله نتوقف بعد. دكتور هو ذاك افضل يعني من ناحية التصميم وان المفاتيح قدامك يعني هيك. بس راح اسألك سؤال غدير، هسه هاي الكالكوليتر مالتنا احنا اللي صممناها بها كم اوبريشن؟ أربعة. مو تمام؟ اني هسه عجبني اضيف بعد فد اربع عمليات. اوكي؟ بعد ما راح تصير مفاتيح هواية. راح نختار هاي المفاتيح. راح بالضبط راح تضيفين بعد مفاتيح وتضيفين برمجة بمكانات معينة، بينما اني هنا راسا شو اسوي؟ اولا اضيف اسماء العمليات وين؟ هنا اقول له اد بعد الساين الكوساين المدري شنو كلهن، ومن اجي ابرمجها قبل وين اروح؟ اروح على هاي الكيسات اضيف كيسات ثانيه، كيس الساين كيس الكوساين، شايفه شلون؟ فصير العمليه هنا مال الاضافه هوايه اسهل من ذيك. ربما اذيك صحيح اوضح، تعرفون ليش؟ لان انتم احسن اختبار انه هو الويندوز الكالكوليتر الاصليه الستاندرد مال الويندوز، باعوها هي اصلا مستخدم بوتنز عمليات البوتنز والارقام، تشوفون شلون؟ بس عمليه الاضافه اصعب لما تكون اكو بوتنز. اوكي طلابي؟ انا افضل. اوكي دكتور. ماشي. انا نفس الحاله راح اخذ لكم برنت سكرين للصوره، زين عيني؟ هاي راح اسميها سكرين 2. ايضا واضيف لكم ايضا الكود حتى انتم اذا تحبون تجربون هذا المثال. انا متاكد تحسون بي شويه صار صعب، بس لانه انا اشتغلت خلينا نقول بكل قوتي. اوكي؟ يعني حاولت اسوي البرنامج قدر الامكان ما بي اي ثغره. يعني بصراحه ظليت ردت اشتغل وياكم شغل مبرمجين محترفين بهاي الامثله حتى انت تتاكد بانه ما ممكن يصير بي خطا بالتنفيذ بهذا البرنامج. فراح اروح على الديسكتوب حتى لا يخبطوا ويا الفايل الثاني اللي دزيت لكم اياه، هذا راح اسميه سكرين 2. ماشي عيني؟ هذا انخزن كسكرين 2. ايضا هسه انا مباشره على التليجرام راح اقدر ادز لكم اياه من هنا كسكرين 2. هاي السكرين 2 واساسا هو صار طبعا غير لون السكرين مالته، وايضا راح اسوي فايل اخر اسمه كود 2، راح اسوي سيليكت اول ايضا لهذا البرنامج كوبي حتى لا يروح علينا، وراح اروح ايضا على سطح المكتب رايت كليك نيو تكست دوكيومنت راح اسمي كود 2 حتى تعرفون كل واحد والملحق مالته وين، ايضا بيست هنا راح اجي اسده واخزن. راح اجيكم ايضا على التليجرام مباشرة من هنا راح اسوي اتاتشمنت فايل واضيف لكم طبعا الكود 2 بهذا الشكل وايضا ادزه. اوكي صار هسه عندكم ان شاء الله المثالين ذني موجودات كتنفيذ، شفتوا شلون صار تنفيذهم زين عيني؟ وطبعا الكودات والواجهات صورهن يمكن موجوده. يمكن راح تسألوني استاذ انت ليش قدرت تحل البرنامج بهالطريقة ورأسا فكرت بسرعة؟ صدقوني هاي الأشياء مو لأنه أنا دكتور عمار، بس لأنه ممارسة أكثر، ممارسة أكثر. أنا اللي دا ألاحظ أنتم ما قاعد تشتغلون هواية عملي وما قاعد تشتغلون هواية أصلا بالبيت، بدأ تجرب، جرب هواية جرب، مو لأنه حتى تنجح يمي، لا لا والله العظيم يجوز تاخذ درجة على الحافة ويجيك قرار وما أعرف شنو وأنا أساعدك، بس ما راح تتعلم. يعني شوف هسه انا اكيد كل واحد يعجبه يكتب البرامج بهالطريقه، يعرف وين الخطا وين هاي ويرتب الواجهه. هاي الشغله ما صارت هيك لين انا درست، لانه ظليت امارس هوايه التجربه
وبرمجه البرامج. اي فكره هسه اسويها ان شاء الله مستقبلا وياكم، راح اخذ امثله راح اطبق لكم كم مثال بهذا الشكل وبشكل كامل. هسه بالمحاضره الجايه احنا ظلت عندنا بعد فكرتين، فكره واحده منهم مهمه حلوه اللي هي مال القاموس، تذكروها قلت لكم مال الدكشنري. نعم دكتور. تمام عيني، هاي ان شاء الله بالمحاضره الجايه ناخذ محاضره اول مره وناخذ لنا كم مثال، اذا لحقنا بيها او باللي بعدها ان شاء الله نشرح شلون نسوي قاموس كلمات نخلي بيه محدوده، وايضا اذا حبيت اضيف كلمات اخرى اراويكم شلون نقدر نضيف حتى يكون القاموس بيه اكثر شموليه، حتى يعرف الكلمه ويرجع لك المعنى مالها طلاب. اوكي عيني دكتور. بس دكتور هي لو المحاضرة حضور وقدامك مثلا تعلم هذا غلط وهذا صح كان كانت أفضل من هسي. أنا طبعا وياك والله العظيم، أنا وياك، بس هو الظرف طبعا الصحي ما يسمح بهذا الموضوع. بس والله العظيم راح أقول لكم شغلة، صدقوني هي الشغلة صحيح المحاضرة الحضورية أفضل، بس أنتوا شفتوا المحاضرة مالتنا يا دوب حلينا مثال واحد، مو تمام لو مو تمام، مو صحيح؟ تمام دكتور. أنا لما أكون أنا بالبيت وقدامي حاسبتي بشرط أنه هي متوفرة الحاسبة وعندي اللغة موجودة، أقدر أجرب فد 10-15 مثال بساعة واحدة أو بساعتين، مو مثل ما بالمحاضرة وأنا طاقتي محدودة. أنا طبعا وياكم إن شاء الله راح أحاول أحضر وياكم حضوري، بس تجربتكم وأنتوا بحثكم بالبيت للبرنامج زين عيني، هاي العملية جدا مهمة حتى أنت تكتشف وين العملية شلون تصير وتجرب أكثر من مثال بنفس الوقت. أوكي طلابنا عزيزي، افتهمت الفكرة؟ عندك طبعا إن شاء الله. واضح دكتور. أنا أتمنى تكون اليوم شوية استفاديتوا أكثر طبعا من الموضوع وشفتوا شلون حلينا هاي الأمثلة. مثل ما قلت لكم طلاب، هاي هي الصورة الكاملة للبرنامج، يعني ربما أنت هواي أشياء ما تسويها بالبرنامج بس هو صحيح، بس أنا حبيته من الجانب العملي يكون هو كومبليت كامل 100%. فإن شاء الله إذا عندكم فد ملاحظة فد شيء بالبرنامج حتى نقولها، وإذا ما عندكم شيء حتى نتوقف. واضح دكتور. إن شاء الله يكون دائما واضح. أوكي طلاب، هسه بلا زحمة عليكم، اللي أحتاجه من عندكم هو نحدد موعد للامتحان، فنقدر نخصم الموضوع هسه. دكتور هو احنا يعني هذا الاسبوع كله امتحانات، بس عندنا يوم الثلاثاء اللي هو الكتروني، اذا نعوف الالكتروني ونمتحن به يعني. شلون تعوفون الالكتروني؟ يعني ما ممكن.